سلام عليكم مقدم شو معنا فيديو لحدك ما تحس بقرف يا ابدا الفيديو عودنا وتشترك في القناة نص الى 300 مشترك واضغط لايك نص الى اكبر عنا لايكات وين الباقي معنا مشهد بكب تلج مجفف على التيشيرت معنا زي التيشيرت دي نطيطة لعمها في الياه يتنطط متنطط كبيرة جدا دي تلج تلج يكون في التلاجة في الفليزر بيشيلوا دي برضو طبخين بيشيلوا بتاع دي رسم التنين معمول على سلك القمامة آلية واو عامل ازاي ركبها دي حاجة بتطلع لفوق بتلزق فوق في السقف بتلزق فوق واو دي بيتحكم فيها عن طريق الهاتف اللوحة بتاعة الكهرباء يعني الواحد بس عايز يفصل الكهرباء يفصلها من التليفون واو بقى بس ما عايز يفصل اي كهرباء ياخد التليفون حتى اللي هو مثلا بره البيت يفصل الكهرباء على طول دي بتعمل زي الستارة الكهربائية بيتحط في الشباك واو بص تطلع فوق ازاي تحطها على فوق بتحكم كان بحكم بالتليفون برضه دي حباية خوخاية خوخ عامل ازاي واحد برضه عايز واحد دي اسمه ايه دي رسمها مش حقيقي طبعا مش حقيقي دي مرسومة ودي عامل سريعة لو بيشيل حاجات بيشيل يحط ايد بتشيل وايد بحط على طول ايد بتشيل وايد بتحط دي بيكب مية على السفنج كمان بيشفط المية على طول عشان دي بينزل ده بيشفط دي بيشفط على طول يعني هو مش هنزل ولا حباية مية من مش هعرف قدين لا كم شارع دي لازم تبقى ده كم واحدة دي بيشيل الحاجات بتاعت اللي اسمه عملاء البناء مثلا بيعملوا الحاجة مثلا بيظبط في الطريق بنحطه بتاع ده عشان القبعات ديت بعد كده بعد ما يصلحوا الطريق بيقوموا شايلينها هو ممكن تشتغل بطريقة آلية يعني مش حد بيشيلها بإيديه دي بينحت على الاسم البتاع دي بيحط علب جل بنحط فيها مادة بيضة بص دي كالصغيرة دي كبيرة يعني فيها حجاب في حجم كبير وحجم صغير دي شلال بين مصعد ومصعد دي بين شلال بين مصعد ومصعد واو عامل ازاي دي شلال برضو بس شلال ايه بيكتب كلام هو ناس كلام اللغة الصينية خلي واحد مش عارف اللغة الصينية واو تنزل ازاي دي نظام زي كهف كهف اسمه ايه عامل زي نظام ورد بس هو ورد عامل ازاي منطقة سياحية وكده او ممكن تلاقي معمول او معمول اسمه ايه خلق الله دي اسمه ايه كلمات صينية دي شكل بتاع دي بتاعت الايس كريم دي لات اسمه ايه ستيك عامل ازاي لسه بقى المصنع بحط فيه ده دول سيب دي بيقول لنا اللي احنا اللي ايه اسمه رتبته جا رتبت ده كله بص انت عايز تشتري حاجة كله دي بغلف الصحون بغلفها وبص عم نغلف فيها ازاي واحد بقى يروح واخدها هشوف هغلف قد ايه دي تلاتة مليون صح دي اسمه جوهية دي مثلا حد هيك كبيرة شوف الوقت عامل ازاي بيرش مادة ملمعة للخشب واحد يكون عامل ازاي مرة حلو دي بربز باب ببربزه بص دي فاضية حطه بتاع شكلها حلو ازاي شكله مرة روعة وجميل مرة روعة دي بتاعت الطعام دي اسمه ايه بتحطها حتى في المعمول يعني مش استخدام آلي مش استخدام انسان استخدام آلي يعني مثلا بدل واحد لا دي آلة على طول دي بتضغط على الحديد بتعمل شكل على طول بتعمل شكل ويخص فانس اشتراك نصر 300 مشترك وضغط لايك نصر اكبر عليكم ومع السلامة.